السلام عليكم. اليوم حلقة مختلفة، حلقة بها الكثير من الأخبار والإحصائيات وكل ما يدور في الكرة المصرية والعربية والعالمية. اليوم حلقة مختلفة عن السابق، حلقة بمعنى الكلمة، بها الكثير، بها الكثير من البطولات، بها الكثير من الدوريات. كل حلقة نتحدث عن دوري واحد فقط، ولكن في هذه الحلقة سنتحدث عن أربع دوريات من الأربعة الكبار، وأربع دوريات تهم الملايين والعاشقين لكرة القدم المصرية والعربية والعالمية، وليس في مصر فقط بل في أوروبا وفي الدوري العربي، وسنتحدث عن الكرة العربية والعالمية. ولكن كل طلب منك يا صديقي تنتظر معايا لآخر الحلقة، واللي ما دعمش القناة ينزل يدعم القناة باللايك والاشتراك والسبسكرايب عشان يوصل لكل أخباري أول بأول. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، والبداية ستكون من قلعة كيان درويش مصر ودرويش العرب، ولكن أريد أن أخبرك بشيء مهم. لا تتركني يا صديقي بعد أخبار الدرويش، لأني معانا أخبار عن ما حدث في البطولات دوري لوشن أمس ودوري أبطال أفريقيا والبطولات ومباراة اليوم. كل هذا في هذه الحلقة، حلقة مهمة جدا بها الكثير من الأخبار التي ستهمك. عايزك تنتظر معايا عشان معانا كل ما يهمك ويفيدك. البداية من كيان الدراويش. مسؤول الإسماعيلي ومحاولات مستمرة لحل أزمة القيد. مسؤول الإسماعيلي والبشمهندس نصر أبو الحسن يكثف مجهوداته من أجل حل مشكلة وأزمة وتدعيم الفريق في يناير لحل مشاكل الفريق، ولكن نحن نعلم والكثير يعلم أن يوجد مشكلة مالية في النادي الإسماعيلي، وقلنا ولكن إحنا دلوقتي في أرض الواقع، دلوقتي محتاجين المؤازرة فقط لا غير. لو هاجمنا نغلط، لو هاجمنا نبقى غلطانين. لماذا صديقي؟ لأن يوجد لعيبة سابقين لنادي الإسماعيلي تهاجم مسؤول الإسماعيلي في هذا الوقت، ومسؤول الإسماعيلي تستاء من الكابتن أو غزال الإسماعيلي الكابتن أسامة خليل الذي يهاجم مسؤول الإسماعيلي بسبب السيولة، قلة الأموال. لماذا جئتم وأنتم ليس قد المسؤولية؟ الكثير من الكلام والكثير يحدث، ولكن في هذا الوقت إذا كنت غير إسماعيلي فستهاجم بكل ما عندك من طاقة، ولكن الإسماعيلاوي الأصيل، الإسماعيلاوي الذي يحب ناديه ويعشق ناديه يؤازره حتى آخر لحظة وحتى آخر ثانية. نحن هنا من أجل مؤازرة وكيان ودعم كابتن إيهاب جلال ومسؤول الإسماعيلي ودعم هذا الفريق لحل أو خروجنا من هذه النقطة. سنتحدث عن نتائج الإسماعيلي وعن ما حدث في بعد الجولة السابعة في الدوري المصري، ولكن أريد أن أخبرك أن الكابتن إيهاب جلال يرفع درجة الاستعداد لمباراة البنك الأهلي. البنك الأهلي الذي انغلب انهزم أمس من سيراميكا كليوباترا بهدف لا شيء، ريان أنهاها وحسم مباراة سيراميكا لصالح فريقه على البنك الأهلي. لذلك البنك الأهلي سيأتي إلى الإسماعيلية ويريد الثلاث نقاط، والإسماعيلي أيضا يعاني ويريد الثلاث نقاط. ستكون مباراة يوم الثلاثاء القادم الرابع عصرا مباراة هامة وصعبة على الفريقين. ولكن أريد أن أخبرك أن رابطة الكرة المصرية أعلنت رسميا في الجولة الثانية سيكون عدد الجمهور الذي سيكون داخل الاستاد ليس بالخمس تلاف، سيكون 10,000 مشجع. أتمنى ان الجماهير ترجع، واتمنى ان الكره المصريه ترجع لسابق عهدها. تمام، ده بالنسبه لاخبار الدراويش. سريعا بعد الجوله السابعه من الدوري المصري وبعد انهاء الجوله السابعه الذي انتهت امس بفوز المصري البورسعيدي على انبي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل البلديه مع الداخليه، وفوز البنك فوز اسف سيراميكا على البنك الاهلي بهدف لا شيء لاحمد ياسر ريان. إذن بعد الجولة السابعة وجدول ترتيب الدوري بعد الجولة السابعة، بيراميدز بالصدارة في الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ثم يلي الأهلي 14 وزد 13، مودرن فيوتشر 12، والمصري البورسعيدي 12 بعد فوزه أمس على إنبي بهدفين بعد ما كان متأخر بهدف،
عاده. مبروك لجمهور المصري البورسعيدي، مبروك لاداء ولوجود رجل مثل كامل ابو علي وليس علي ماهر. سنتحدث عن كامل ابو علي. كامل ابو علي لدينا له القصايد. كامل ابو علي رجل بمعنى الكلمه، وهو من يدعم النادي المصري. النادي المصري 12 بونت، والزمالك 11، وطلع الجيش 11، سيراميك كليوباترا 10 بونت، والجونه 10، وانبي 10، وبلديه المحله 9، سموحه 9، فاركو 5، والداخليه 5، والاسماعيلي للاسف 4 نقاط بعد 7 مباريات. مباراه الاتحاد السكندري الذي فاز على الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل هدف، وتعادل مع الداخليه، وانهزم من زد في اول لقاء، وانهزم في 5 لقاءات، تعادل لقاء وهزيمه 5 لقاءات وفوز لقاء واحد. نتمنى الاسماعيلي الافضل، نتمنى الاسماعيلي ان يعود لسابق عهده، وباذن الله عز وجل درويش سيعود. البنك الاهلي 3 بونت، والمقاولون العرب الذي يعاني مع شوقي غريب ب 3 بونت. ده بالنسبه للدوري المصري. اليوم لدينا مباراه هامه في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري الانجليزي الممتاز. اليوم والبدايه من قبل ما نخش على دوري ابطال افريقيا، نريد ان نتحدث عن دوري لوشن السعودي ودوري لوشن، وهو ديربي النصر والهلال. النصر والهلال كانوا امبارح مباراه اكثر من رائعه، التي انتهت لحساب الهلال بفوز على النصر بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. متروفيتش يتألق ويتعلق مع الهلال، متروفيتش يصنع الكثير مع الهلال، في غياب نيمار متروفيتش هو الأفضل، والمدرب البرتغالي يتألق مع الهلال ويحصد الثلاث نقاط. لا يتزين الدوري السعودي دوري لوشن. الهلال هو صاحب الصدارة حتى الآن برصيد 41 نقطة، يليه النصر السعودي ب 34 نقطة. كريستيانو رونالدو أدى، أحرز هدفين من تسلل، ولكن كريستيانو سيظل كريستيانو رونالدو. كريستيانو يتألق يتعلق، كريستيانو له الكثير مع النصر، كريستيانو له الكثير من الجوائز والبطولات العالمية. كريستيانو سيظل كريستيانو بالنسبة لمحبيه ومشجعيه ومحبين النصر السعودي. والهلال أيضا وميتروفيتش تألق وأحرز هدفين أمس، ولكن لا ننسى اللاعب سالم الدوسري. اللاعب سالم الدوسري له العديد مع الهلال ومع نجوم الهلال. سالم الدوسري أدى لقاء أمس أكثر من رائع. سالم الدوسري مهما ضيع هو سالم الدوسري. مبروك ليه الهلال السعودي، ثلاث نقاط غاليين في ديربي هو الأهم أمام النصر السعودي. طبعا يتزين أو هدافي الدوري السعودي حتى الآن هو النجم الكبير كريستيانو رونالدو ب 15 هدف، ويليه متروفيتش ب 13 هدف. آسف لو ما قلتلكش على هداف الدوري المصري، وهو اللاعب الاتحاد السكندري مابولولو. مابولولو أنهى الموسم الماضي ب وهو هداف الدوري المصري، وهذا الموسم هو يتساوى مع أحمد بالحاج بكل منهم 6 أهداف. ولماذا يا زمالك تركت بالحج؟ بالحج لعب أكثر من رائع. سريعا كده، امبارح كان في لقاءات هامة منهم النصر والهلال، وكان أيضا مباراة في دوري أبطال أفريقيا. فاز الهلال السعودي، الهلال السوداني آسف، الهلال السوداني على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الهلال السوداني يبدع ويتألق أمام الترجي. الهلال السوداني سيتعلق في هذه البطولة ويتمسك بالصعود إلى المراحل المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا. وفاز مديامة الغاني على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. إذن كده الهلال تصدر مجموعته بشكل مؤقت في الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، ومجموعة الأهلي الذي يلعب فيها يانج أفريكانز الذي سيقابل الأهلي اليوم، ومديامة الغاني وشباب بلوزداد.
اذا كده شباب بلوزداد والاهلي وميديانا كل منهم 3 نقاط بعد الجولة الاولى وبداية الجولة الثانية، ولكن حتى الان الاهلي سيلعب في 6 مساء امام يانج افريكانز، طبعا مباراة هامة. في حالة فوز الاهلي فالاهلي كده يبقى رسميا هو متصدر مجموعته بدوري ابطال افريقيا، ولكن في حالة خسارة الاهلي او تعادل الاهلي سيصبح الاهلي ايضا في حالة التعادل هو الاول في مجموعته برصيد 4 نقاط، ولكن في حالة الهزيمة سيكون الاهلي 3 نقاط وميديانا 3 نقاط ويانج افريكان 3 نقاط وشباب بلوزداد كل منهم 3 نقاط وينتظروا البقية تأتي. سريعا كده عشان لا ننسى البريمير ليج. البريمير ليج والدوري الانجليزي الممتاز. اليوم افتتاحية الدوري للدوري الانجليزي. افتتاحية الاسبوع الجديد من هذا الموسم الاكثر من رائع. كان في الموسم الماضي ارسنال هو صاحب السبق وصاحب حتى الاسبوع ال15، ويأتي سريعا من الخلف مانشستر سيتي ليتصدر وينهار الارسنال. في هذا الموسم ايضا الارسنال هو في صدارة الدوري الممتاز، واليوم سيلعب مع فيرهام بوتين في مباراة هامة ومباراة مؤثرة في 5 مساء ستؤثر على الارسنال. الارسنال يسعى بجدية للحصول على بطولة في ظل احتياجه وتأخره في البطولات الفترات السابقة، وعنده مباراة صعبة اليوم في 5 مساء مع فيرهام بوتين، وفي مباراة في المساء والسهرة مع سيقابل نيوكاسل مانشستر يونايتد في 10 مساء. مباراة هامة، مباراة قوية. تحدثنا عن الدوري المصري ودوري لوشن السعودي ودوري أبطال أفريقيا والبريمير ليج ودوري الإنجليزي. تحدثنا عن كل شيء. اللي ما وصلوش أي أخبار أو اللي في حاجة وقعت منه يشوف الفيديو من الأول أو يرجع للفيديو اللي فوق ده هيلاقي فيه كل حاجة. مش طالب منك كتير يا صديقي. قبل ما نختم الحلقة لكل عاشقي ومحب الكرة المصرية، جمهور الزمالك، جمهور الإسماعيلي، جمهور الأهلي، كل من له كيان، وقف جنب كيانك. وقبل ما أختم، فتوح لو هيمضي الأهلي يمضي الأهلي. كيان الزمالك هو من يصنع النجوم، مثل كيان الإسماعيلي هو أيضا من يصنع النجوم. مبروك لجمهور المصري، مبروك على الفوز امبارح، مبروك لكل عاشقي وكل محب الكرة المصرية في كل مكان. نتمنى الأفضل للكرة المصرية، نتمنى الأفضل للدوريات، نتمنى أن نشاهد الكرة المصرية في أفضل حال. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقة عجبتك لا تبخل على حبايبك الحريف، نوصل بإذن المولى عز وجل بالحلقة دي 50,000 لايك وليس 5,000، 50,000 لايك دعما لأخوك وحبايبك الحريف الذي يسعى لإسعادك. واللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ما أعرفش غير أقول لك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.